أسدل الستار على فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية بحضور ابنة الصحراء رشيدة طلال التي أزحفت الجمهور بأغاني مغربية ووطنية. أولاً تحية لكم أنتم كشباب، لأن زين عندي أنا اللي كنجبر الشباب العصامي اللي كيعدل اللي كيبغي يخلق مسيرته بنفسه. أنا كيعجبني دائماً ملي كنجبر الشباب ما كيتآكلش على ناس ثانية، وهذا في شخصكم أنتم كشباب وفي شخص الناس جمعية بنات الغد، واللي لاحظت على انهم هما دورتهم الثانيه ولكن في النظام وفي الانضباط وفي الترحيب. يعني انا ظنيت عنها ليديسيون العاشره، فانا زين عندي وانا لي شرف اني نحضر في تكريم واحد الهرم الكبير هو مولانا، اللي يعني كنا دائما كنشوفوه في التلفزه ونضحكوا على نضحكوا على غناه ونضحكوا ودخل الفرحه لقلبنا ودخل هذا الانشراح والغبطه والسرور لقلبنا. فكان لي الشرف اني نوقف ونكون انا من الناس اللي كيكرموه اللي كيزفوا. غنعيش لا عادي تعيش وعتعطس وعتسعل وعتعمل كل شيء. يلا قرب شويه ايدا على راسك، يلا دوس دوس بوس ارافلوس. جيل الكوميديا الحالي أبى إلا أن يشارك في تكريم هرم الكوميديا عبد الرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف. واش كان يهضر معايا ولا معاكم؟ ها معاكم أنتم، إوا سمحوا لي. بعفويته الصادقة وروحه المرحة كرم عريس المهرجان وسط محبيه في خطوة تحسب لمهرجان الشباب. أنا افتخار ليا وكنتمنى ليهم التوفيق، كنتمنى لها الجمعية هذه يعني كنتمنى لها التوفيق، كنتمنى لها الاستمرارية، لأن بحال هذه الجمعيات هما اللي كيشجعوا الفنان وكيلاقيه الجمهور، ولو الجمهور راه كتفكر الفنان وقت ما شافوا سواء في الصور أو في الأعمال الفنية اللي كدوز في التلفزة، ولكن اللقاء مباشرة مع الجمهور هذا شيء كبير الحمد لله. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الجمهور الحمد لله، الجمهور ديال طنجة دائما حاضر، دائما ناظر كما كنقولوا، دائما في الميعاد، دائما في المستوى، دائما كيعطينا واحد التشجيع واحد الدافع باش نحضروا ونجيو عاوتاني ونكونوا دائما حاضرين.